حد قالك قبل كده عن البلد اللي اتبنت بالكامل جوه حفرة نيزك؟ طب حد قالك ان في طبع ثلاثية الابعاد بس الطبع الاكل؟ معلومة مش معلومة، معلومة مش معلومة مع رضوان صوان على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي صديقاتي، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة ومعلومة مش معلومة. اتفقنا إن في سلسلة جديدة هتمشي معانا في الحلقات اللي جاية، وهي سلسلة ماذا تعرف عن، والنهاردة سؤالنا ماذا تعرف عن خط وتوقيت جرينتش. أنا أقول لك، جرينتش دي بلدة في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن، وهي النهاردة بتعتبر جزء من منطقة لندن الكبرى، وهي دي النقطة اللي اختاروها عالميا علشان تكون الصفر الزماني. وبالاختيار ده بيتم تحديد التوقيت في كل منطقة من المناطق في العالم كله بناء عليه. وخط جرينتش هو الخط الأسود المرسوم على الخريطة، واللي بيقسم الكرة الأرضية إلى غرب خط جرينتش وشرق خط جرينتش، يعني يسار ويمين الخط ده. وعلى فكرة الخط ده وهمي، يعني ملوش وجود على الواقع، ولكن هو موجود على الخريطة ومعروف مكانه. أما عن توقيت جرينتش، فبيعتمد التوقيت ده على عملية دوران الأرض حوالين نفسها، وده اللي بيسبب تعاقب الليل والنهار، يعني اليوم الواحد. وعلشان يحسبوا توقيتات العالم كله، رسموا خطوط طول بتمر بكل أرجاء العالم، وعددها 360 خط طول، وهي خطوط مش متوازية وبتتقاطع في القطبين، والفرق الزمني بين كل خطين متجاورين هو 4 دقايق. فلو ضربنا 360 في الأربع دقايق اللي بين كل خطين، هيطلع ل 24 ساعة، وهي مدة اليوم. ولحساب توقيت مدينة معينة، فلو المدينة دي على يمين خط جرينتش، بنضيف الفرق في عدد الساعات على توقيت جرينتش، فيطلع توقيت المدينة. أما لو موجود على شمال خط جرينتش، فبنطرح الفرق في عدد الساعات من توقيت جرينتش. معلومة صغيرة كده على الماشي، اعتماد خط جرينتش علشان يكون خط التوقيت العالمي كان في سنة 1883. وكفاية كده النهاردة، واستنوني في الحلقة الجاية ومعلومة مش معلومة. كنتم مع معلومة مش معلومة مع رضوان صوان على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.